ويلكم تو كارديو اليكس 19. النهارده معانا الاستاذ الدكتور عاطف البحري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. دكتور ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور عاطف البحري، استشاري اول امراض القلب والاوعيه الدمويه، نائب رئيس جمعيه تصلب الشرايين المصريه. دكتور كنا عايزين نعرف ايه راي حضرتك السنه دي في المؤتمر. المؤتمر السنه دي اكبر من السنه اللي فاتت والسنين اللي قبلها. مؤتمر كارديو اليكس اصبح مناره الاسكندريه الثانيه. المناره اللي اتهدمت دي زمان، النهارده في مناره جديده في اسكندريه هي كارديو اليكس، اللي بترشد كل الوافدين من انحاء مصر ومن العالم. انحاء العالم لتلقي العلم الجديد والحديث والتداخل في الافكار والخبرات. فواحد من المؤتمرات اللي الواحد بيقدرها وبيحبها وبيشارك فيها بقلبه ومشاعره وعقله. فانا بحيي اصحاب كارديو اليكس والقائمين عليه واللي بينظموه، وانا شايف تاني بقول ان فعلا اصبح مناره اسكندريه الثانيه. ميرسي جدا يا دكتور. دكتور كنت عارفه ان حضرتك عندك سيشنز السنه دي في المؤتمر زي كل سنه، والسنه دي كانت بتتكلم سبيشالي على الدهون. تمام. عايزه حضرتك تكلمنا عنهم، عن السيشنز. هي السيشن دي كانت عباره عن ديبيت في دهون الدم، لان في صوره ماخوذه ان الدهون الضاره اللي هي ال LDL كوليسترول دي الدهون اللي فعلا بتصيب الانسان بتصلب الشرايين وهي القاتله، ودي حقيقه، ودي كل الدراسات اثبتت ان هي فعلا هي دي الحاجه الصح اللي لازم نتوجه ليها. على مدى سنوات ال LDL وصلت مراحل هبوطه من 100 ل 70 ل 50، وبنحاول ننزل القيمه بتاعته اقل من كده بالادويه المتاحه اللي عندنا دلوقتي. الاستاتنز اللي احنا بنمشي عليها دي الحاجات القديمه، بنضيف عليها الايزيتامايب، وده دواء بيضاف على الاستاتنز عشان ننزل بنسبه الملي جرامات بي ال اكتر. والبيسك 9 انهبيتورز دي حاجه تانية خالص، بتمنع مستقبلات او بتحافظ على مستقبلات الكوليسترول على خلايا الكبد انها ما تتدمرش عشان تاخد ال LDL ودمره. فكل دي محاولات بنوصل لارقام منخفضه من ال LDL الضار. نسينا بقى في كل ده حاجه مهمه اللي هي الدهون الثلاثيه. الدهون الثلاثيه، فالدهون الثلاثيه دي موجوده عندنا في الدم وبالدم بالتحليل، والارشادات الدوليه كلها قالت انها المفروض ما تزيدش، لازم تكون اقل من 150 لاي مريض. بنجد ارقام زي 250 و300 و400 و500 و600. المرضى دول لازم يتعالجوا ولازم النسبه دي تنزل. ليه الترايجلسرايد منسيه؟ لان الادويه اللي كانت بتعالجها ادويه رخيصه، وكان الاهتمام كله محطوط في ال LDL مش الترايجلسرايد. لكن النهارده في حاجه اسمها تراي جلسرايد ريفيزيتد، اعاده النظر في الدهون الثلاثيه لانها خطيره. اثبتت كل الدراسات على الاف من البشر ان كل ما بترتفع فوق ال 85 مللي جرام بتزود معدل الاصابه بالقلب، بانسداد شرايين القلب. حتى في المرضى اللي بياخدوا الاستاتنز احنا بناخد مثلا 27% او 30% نجاح ان احنا ما نصابش بامراض القلب. طب ال 70% اللي باقيه دي بنسميها ريزيديوال ريسك. الريزيديوال ريسك ده او الخطر المتبقي بيكمن في الدهون الثلاثيه. فالادويه اللي كانت بتتاخد كانت ما بتاثرش كتير قوي على الدهون الثلاثيه دي، كانت ممكن تخفضها بال 20% الى 40%. احنا عارفين ان الدهون الثلاثيه دي لو زادت معدلها فوق ال 500 ممكن تعمل التهاب في البنكرياس، ممكن تعمل كانسر، ممكن تعمل اصابات بالقلب، فهي خطيره. طيب عملوا ايه؟ عملوا دراسه جديده اتنشرت حديثا واتقالت في الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي الاخير، اسمها ريديوسيت. ريديوسيت استعملوا الاوميجا 3 ب 400 مللي جرام على مرضى مصابين بالسكر ومصابين بامراض القلب وبالجلطات وبالستروك، وبياخدوا استاتنس، والال دي ال بتاعهم اللي هو الضار ده
اقل من ال 80، يعني ما عندناش كلام اهو. واخدوا سيكتور من الناس، مجموعه الناس دول اللي عندهم الدهون الثلاثيه اعلى من 200 250 وطالع لفوق. حصل ان جابت نتيجه الاوميجا 3 في الناس دي، ونتيجه اول مره تحصل في تاريخ تخفيض التريجلسرايد. منعت لي الوفاه من الامراض القلب، منعت جلطات القلب، منعت جلطات المخ، وكمان دي كلها حوالي 26-27% ده بالتركيز الاوميجا 3. بالاوميجا 3. الاوميجا 3 زمان كانت بتتاخد وما كانش عليها كلام، وقالوا ان دي ادويه ملهاش لازمه وما بتعملش اي حاجه، لان اختيار الناس في الدراسه في الاول ما كانش الناس اللي هم عندهم الترايجلسرايد عالي، كانوا بياخدوا بس الناس اللي بياخدوا الستاتنز بالال دي ال، ولكن لما ضموا النسبه الكبيره دي عملوا كده. الترايجلسرايد في مرضى السكر بيصغر لي حجم ال دي ال الضار، وده ذا موست اثيروجينيك، بيدخل يصيب، هو ده اللي بيدخل الخلايا مش ال دي ال الكبير. يعني ممكن واحد يكون ال دي ال اللي عنده حجمه كبير ده ما بيعملش حاجه، لكن الترايجلسرايد كل ما بيزيد كل ما ال دي ال السمول ده بيزيد، يبقى في حرف يو موجود في الحاله دي. فطبعا تحقيق الهدف بالادويه دي بالاضافه للستاتنز عشان ال دي ال، وطبعا الستاتنز دي كورنر ستون، يعني دي مهمه جدا لازم تتاخد ومحدش يوقفها، وال دي ال لازم يوصل للمعادلات اللي هي اللي احنا قلنا عليها، ولو ما نزلش بنضيف عليها الايزيتامايب، ولو ما نزلش بندي الحقن البيسكيناين اللي هي الاسبوعيه دي. ماشي. لكن الترايجلسرايد يجب ان يوضع في الاعتبار بانه حاجه خطيره ولازم الناس تاخد بالها منها، ولازم نحاول ان احنا نخفضها وجنبا الى جنب مع تخفيض ال 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 كوليسترول. دي العلاجات الجديده. طيب دكتور، كنا عايزين نعرف هل من ياخذ العلاج اذا تم ضبط الدهون يوقفها ولا لا؟ لا، في حاجه اسمها الوقايه السنويه وفي الوقايه الاوليه. الوقايه الاوليه دي المرضى اللي عندهم كوليسترول عالي وال ال دي ال عالي، وفي عندهم تاريخ مرضي في الاسره بالوفاه من القلب وبالكوليسترول، بنعمل لهم سكورنج سيستم، نوع بنحدد معدل الخطوره، ممكن يكون بيدخن بس، ممكن يكون عنده سمنه، عنده سكر، فدول علشان نمنع حدوث جلطات القلب لازم ناخد الاستاتنز دي او الادويه او الاستامايب او البسكناين دي على طول، ما نوقفهاش حتى لو نسبه ال ال دي ال انخفضت، لانها لازم تنخفض تحت ال 70 في الناس اللي هم عندهم خطوره عاليه، او اقل من ال 70 لازم تبقى ماشيه كده. الناس بقى اللي بيجي لها جلطات في القلب وجلطات في المخ وبيجي لها وعندها مشكله بعد الدعامات، حتى في ناس بتعمل الدعامه وبيطلعوا بالكوليسترول 75 مثلا ملي جرام او 70، بيرجعوا تاني بجلطه تانيه. فاذا ما نوقفش الادويه دي، الادويه دي اقوى من الاسبرين، الادويه دي اقوى من اي ادويه تانيه للوقايه، ويجب ان احنا نستمر عليها، لان انا مش بعالج ورقه تحليل. ما ينفعش امسك ورقه تحليل كده واقول ال دي ال ده انخفض انا هوقف الدواء. لا، الادويه بتاعت مخفضات الكوليسترول دي مدى الحياه، ويجب ان تؤخذ للوقايه الاوليه والوقايه الثانويه. ميرسي جدا يا دكتور، العفو، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا جدا. شكرا.